اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد عبد الله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد نوه معالي وزير الخارجية بما تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف من تقدم، مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يدعم مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين. من جانبه عبر معالي السيد عبد الله شاهد عن اعتزاز جمهورية المالديف بعلاقات الصداقة المتميزة مع مملكة البحرين واهتمامها بتعزيز التنسيق المتبادل حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيدة إيكاترينا زخارييفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا. وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن تطلع مملكة البحرين إلى تطوير علاقات الصداقة مع جمهورية بلغاريا في جميع المجالات والارتقاء بأطر التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبها أشادت معالي السيدة إيكاترينا زخارييفا بما تشهده مملكة البحرين من تنمية ونهضة وتقدم على شتى الأصعدة، متمنية لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار.